أنا مدام ماجدة الجوهري، كنت مدير عام بمكتب وزير التربية والتعليم، وطلعت معاش بقالي سنة. طبعا المعاش قليل جدا بالنسبة للمرتب اللي كنت باخده قبل كده، فحبيت بقى ان انا يعني انا عندي موهبة الخياطة، فحبيت ان انا بقى ان انا مارس الموهبة دي. انا مارستها قبل كده وبطلت طبعا عشان لما اتجوزت وخلفت، فكان كل همي ان انا طبعا اعلم الولاد كويس فبطلتها. لكن لما قعدت معاش يعني فكرت ان انا ارجع اعمل المشروع بتاعي، لان ده كان يعني حلمي ان انا اعمل مشروع الخياطه. ودخل على دخله رمضان قلت بقى اعمل حاجات اللي هي المبهجه بتاعه رمضان، فابتديت اشتغل بقى فيها. نزلت الازهر، جبت اتفرجت بقى على الخامات اللي هناك واتفرجت على الاشكال، فالمهم جبت عجبني طبعا حاجات كتير جدا، فجبت بقى الخامات من هناك وابتديت اشتغل هنا في البيت. عملت طبعا اللي هي المفارش الرمضانيه، وعملت الخياميه، وعملت الخداديات طبعا اشكال جديده جدا. والخامات طبعا انا نقيت احسن الخامات من السوق، لان انا يعني حابه ان المشروع بتاعي يطلع يعني حاجه اوان تبقى مبهجه، وحاجه تبقى مش موجوده في السوق، يعني حاجه تبقى جيده جدا. ففعلا ابتديت اعمل مفارش وبقيت ابطنها، وجبت البطانه بتاعتها اللي هي الستان، وستان طبعا من احسن الاقمشه اللي هي بتستخدم اصلا لفساتين الافراح، وكنت وبطنت بيها المفارش عشان تطلع حلوه. وفعلا الحمد لله يعني طلعت مبهجه جدا جدا وعجبت الناس كلها. بقوم طبعا الصبح اول حاجه، طبعا الواحد يعني طبعا بيفطر، وبعد كده ببتدي انزل بقى اروح اتسوق من الازهر، بشتري بقى الخامات وكده، وبعد كده باجي البيت. طبعا برضو ما بقصرش في بيتي، طبعا باجي بعمل الاكل، وبعد ما بخلص ببتدي بقى اليوم بتاعي من بعد العشاء. ببتدي بقى اقص القماش وببتدي اخيط، وبقعد لحد صلاه الفجر بصلي، وبعد كده ببتدي بقى انام، واليوم بيبدا كده. بالنسبه للبيع، انا بنزل عندي عربيه وبنزل احط عليها الحاجات في شبرا. بدات بشبرا ورحت زايد، وبحط بقى بفرش الحاجه على العربيه وكده وبطريقه كويسه بحيث تظهر الشغل بتاعي. طبعا العربيه بتعتبر زي المحل بس متنقل يعني، وده بالنسبه لي افضل، لان انا طبعا بروح من مكان لمكان عشان خاطر برضو انا يعني انا عايزه يعني اتعرف. هو الغرض منها برضو ان انا اتعرف، عشان انا بعمل حاجات شغل كويس قوي يعني، فانا عايزه ان انا اتعرف. عملت مفارش رمضان. بالنسبه للاشكال، طبعا انا اخترت اشكال مبهجه جدا، في طبعا اللي هي بوجي وطمطم عشان الاطفال بتحبها جدا، و حاجات اللي هي وفي طبعا حاجات اللي هي اشكال عليها نيلي وفؤاد المهندس وحاجات جميله يعني صراحه، وفنانيس. طبعا الحاجات دي كلها اشكال كلها جميله جدا وجديده يعني غير السنه اللي فاتت. انا زي اي راجل بيقف في الشارع يبيع يعني، انا مش هفرق عنه كتير يعني، بالعكس انا يعني في يعني رجاله وشباب بيتكسفوا، انا لا، انا مش دي حاجه ما تحرجنيش خالص، بالعكس يعني انا بشتغل شغل جميل جدا جدا، وبنبسط قوي لما الناس بتشوف الشغل وبتثني عليه، فدي بالنسبه لي لا حاجه مش محرجه خالص. ان انا كنت مدير عام وقاعده على مكتب وكان ليا وضعي في وزاره التربيه والتعليم، وانا معروفه جدا حتى في الوزاره بالنسبه للوزاره كلها، بس انا ده ما قللش مني خالص ان انا انزل اقف على العربيه خالص يعني، بالعكس يعني انا حاسه ان دي حاجه كويسه جدا جدا. وانا بقول للشباب كله اللي هو يعني مش لاقي شغل وكده، ان هو اكيد جوانا كلنا موهبه، فالموهبه اللي جوه كل واحد يشوف هو عنده ايه موهبته ويبتدي يشتغل عليها. وبعدين على فكره هي مش بتحتاجها برضو فلوس كتير، عشان بس نقول ان ايه لا ده مشروع ومحتاج فلوس، لا انا اشتغلت من البيت على فكره، ما كلفنيش ان انا انزل اجيب محل او اجيب ورشه، لا خالص انا جبت المكنه في البيت وعملت المشروع بتاعي من البيت، يعني ما تكلفتش حاجه خالص. الخامات برضو ما كلفتنيش حاجه كبيره يعني، هي برضو يعني لان انا عامله برضو المشروع مش بتوسع جامد يعني، هو يعني على قد. لما عرضت الفكره على جوزي وولادي ان انا اعمل الحاجات دي وانزل اقف بيها في الشارع، لا ما لقيتش اي اعتراض خالص، بالعكس جوزي شجعني وبناني.
زميلاتي شجعوني وقالوا لي لا هننزل معاكي، وفعلا بينزلوا يقفوا معايا. انا عندي ثلاثة، ولد الكبير خريج هندسة وبيشتغل في مشروع المونوريل اللي هو القطر الجديد، وعندي بنتي اللي بعديه خريجة اعلام، وعندي بنت رابعة بيزنس. بفكر طبعا بعد كده ان انا يعني اكبر برضو، ان انا اتعرف اول حاجة، ان انا الناس تعرفني بالشغل بتاعي، لان الشغل بتاعي انا بعمل طبعا يعني بعمله بدقة جامدة جدا، فانا عايزة اتعرف بشغلي، وبعد كده يعني ابقى اعمل ان شاء الله يعني ورشة واصنع فيها حاجات كتير، لان انا برضو مش بشتغل برضو ده موسم، بالنسبة لرمضان ده موسم، لكن انا شغلي اصلا عندي بشتغل في ملايات، برضو بعمل ملايات بس على مستوى عالي، وبعمل بين باج. بناتي بينزلوا يقفوا معايا في الشارع وانا ببيع، وطبعا الناس اللي حواليا والله بجد الشباب اللي حواليا كلهم واقفين معايا يعني، وبيقولوا لي لو حد ضايقك لا احنا هنيجي وكده. بالنسبة لي الشغل مش عيب خالص يعني ان انا اعمل الحاجات دي، بالعكس انا مبسوطة جدا جدا ان انا بنزل، وفعلا برضو بتعامل مع الناس، وانا لا يعني شغلي كويس، فانا عايزة اعرف الناس بيه يعني. لا الاسعار يعني اقل من بره كتير يعني، ان انا برضو ما بدفعش بقى ضرائب ولا الكلام ده كله، لا بحاول ان انا اكسب يعني حاجة مش جامدة يعني، حاجة برضو في المعقول، بحيث ان تبقى في متناول الناس كلها.